أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما وصلت إليه العلاقات البحرينية البريطانية من تقدم وتطور على كافة المستويات واستمرارية البناء على ما تحقق من تعاون في مختلف المجالات الحيوية في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بينهما والدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك، مشيرا سموه إلى مدى عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وتطلعهما المستمر نحو فتح آفاق جديدة في مسار العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بقصر الرفاع اليوم سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في المملكة، حيث رحب سموه بالسفير البريطاني الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك ويعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين. وخلال اللقاء تم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منوها سموه بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب سعادة السيد رودي دراموند عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من اهتمام بتوطيد العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مشيدا بما وصلت إليه العلاقات البحرينية البريطانية من تميز على جميع الصعد بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.